والنبي اللي هو أصدق مني ومن أهل الأرض جميعا يقول الميت يسمع كل شيء حتى يسمع قرع نعالهم. لما الحين يمشوا ما يبغى ولا واحد يسمع صوت رجلاهم مروحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان العبد يا أخواني الكرام دخل في هذا القبر بمعنى حديثه صلى الله عليه وسلم يأتياه ملكان راح يجيني ويجيك أنت اللي صاحي الحين مثل ما يأتي هؤلاء الأموات فيجلساه ويقعده كيف أنت قاعد زيك فيسأله من ربك وما دينك ومن نبيك ثلاث أسئلة تذكرهم من ربك ما دينك ومن نبيك الحين بدهم يقعدوا بالضبط مثلك صحيين قال سيدنا عمر يا رسول الله وعقلي عقلي يعني أنا بكون بكمال عقلي مثل ما أنا في الدنيا قال وعقلك عقلك ما في تزييف قال إذا أكفيكهما والله غير الجواب نسأل من الله إذا نزلت الملائكة عليهما أن يقولوا الله ربي حقا والإسلام دين صدقا ومحمد النبي وعشت ومت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يظل يا أخواني الكرام اللي موجود الحين وحي وحتى الآن يا أخواني في الله لم يعتبر من الموت وبظن أنه بده يطلع ويروح وما يجي الدور أو بيقول في قلبه هاي راح يجيني الدور بس يمكن مش أنا اللي جاي شو بعرفك هؤلاء شباب دون العشرين لو حزرنا في كل عربهم مين يموت يقولوا هذا مريض هذا وجود سلفانة هذا في المستشفى بيحزروا هؤلاء الشباب لو قلنا لكل العرب قبل يومين حزروا مين بدهم يموتوا اثنين عندكم ما في حد بيحزر ما حد بيصدق انت مش عمرك 20 و30 و25 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم يا أخواني الكرام وقف الحسن البصري مثل هذا الموقف مثل الشباب أنا شفت الحين اللي بيجهلوا كلهم شباب أصحابهم ولاد أمامهم قرائبهم كلهم يشتغل حزين على فراق صاحبه ابنه أخوه ولد عمه فقال له يا محترم كم بتريد هذا الشاب قال هذا اخوي فقال دفني بقلبه بالذات قال لو هذا ربنا سمح له الحين يطلع برا ماذا كان يفعل؟ قال اذا خرج من القبر هذا الضيق المساجد ويطيع الله قال اسمع اما صاحبك هذا فهو له الى يوم القيامه شو راح يطلع؟ اما انت فسمح لك يسمح لك اللي تنصحه اياه اسمع لنفسك اللي تنصحه اياه تنصحوا لنفسك اللي تنصحوا اياه نسأل من الله ان يخرج لا يخرج منا واحد للمقبره الا وقد تاب الى الله امين سواء نصلي ما بيصلي حج كبير صغير كلنا محتاجين للتوبه اما يا اخواني اللي بعيد عن الله بعيد عن الصلاه بعيد عن الوضوء ايه خذوا يا اخواني في الله خذوا منها اللحيه الشايبه اوعاك 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 تفرط في امر الله وتدخل في القبر اجتهد قصرت شوي ظلك اشتغل اشتغل مع الله حتى اذا كنت في مثل هذا الموضع تكون كانك ماشي الى فرح الى لقاء الله احسن لقاء في العالم ثم كان النبي يسال لو هؤلاء الشباب عليهم دين من يحمل عنهم ابو او اخو لو واحد توفي وظل مرهون في الدين الشهيد لا يغفر له الدين من يحمل عنهم دينهم من اخوانهم ابوهم هذا من يحمل الدين او كان مديون من اسمك حسن ايش بتقول له ابوه كفو والشاب هذا من يحمل عنه مين ابوه كفو الله يعظم اجركم اول شيء ويرحمهم الحين شوف انت ولدك تحلل تحلل بكل شيء وانت ربنا دينك وان شاء الله ما يكون عليه ولا حاجه لكن هذه سنه اذا وقفت عند القبر اسال اهل الميت واحد منهم بنت اخي هذا بيتحلل وانت الله بعينك
اللهم اغفر لحينا وميتنا. آمين. وشاهدنا وغائبنا. آمين. صغيرنا وكبيرنا. آمين. ذكرنا وأنثانا. آمين. اللهم أحييته منا فأحي على الإسلام. آمين. من توفيته فتوفه على الإيمان. آمين. اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما. آمين. اللهم اغفر لنا ولهما. آمين. جميع المسلمين والمسلمات. آمين. اللهم ادخلهما دارا خيرا من دارهم. آمين. وأهلا خيرا من أهلهم. آمين. زوجا خيرا من زوجهم. آمين. اللهم أعذهم من عذاب القبر. آمين. اللهم أعذهم من عذاب النار. آمين. أرواحهم أرواح أموات المسلمين وأمواتكم لهم من النار الفاتحة. آمين.